هذه المنتوجات الان الاطفال محتاجين الزبده البلديه. الاطفال الان محتاجين الزبده البلديه لان الزبديه البلديه فيها عوامل خاص الطفل يتناولها، فيها الفيتامين بي وفيها شويه ايودين وفيها الكاروتين وفيها عوامل النمو، فيها شويه ليسيتين. فالزبده البلديه والبيض البلدي وهذه الاشياء الطبيعيه هذه كتطول الاطفال، هذه يعني تساعد نفس الطفل على النمو. لا هذا هو الاطفال الان حتى بعد النصائح اللي خلات الناس ما يستهلكوش الزبده البلديه، الزبده البلديه هي الزبده اللي محضرينها الناس من تجبن الحليب الطازج، حليب خضر. حليب الطازج لما يخمر ويمخض، يخض باللغه العربيه، ثم نفصل الزبده البلديه على اللبن. هذه هي الزبده البلديه التي نتكلم عنها وليست الزبده الحيوانيه المستورده او اي نوع اخر، فباش نكونوا واضحين. فهذه الزبده هي تصلح لتغذيه الطفل، وممكن للطفل ان يتناولها 3 مرات في اليوم، ممكن ان يتناول الكميه الذي يريد بدون تحفظ. الزبده الحيوانيه اللي كيستورد المغرب هي الزبده جايه من البيتيراتور، هي اللي مستخرجه مباشره من الحليب. بمعنى انها تحتوي على الكوليسترول. تحتوي على الكوليسترول. الزبده البلديه المغربيه هي زبده مستخرجه عن طريقه التخمر، لما نخض هذا الحليب متخمر ثم نستخرج، هي ليس فيها كوليسترول، فيها كوليسترول مطبط غير نشط، هي لا تضر. غالبيه الناس كيقول لك بان فيها كوليسترول. لا فيها كوليسترول لان الناس درسوا في اوروبا، حتى الطب درسوا الناس في اوروبا. اوروبا ما بقاوش كيخمروا الحليب، ما عندهمش زبده مخمره، عندهم الزبده اللي خارجه مباشره. يعني عندنا اله البيتيراتور. هذا البيتيراتور شنو؟ واحد الاله فيها الطرد المحوري سنترفيجيشن، اشنو كنخرجوا الزبده مباشره من الحليب. مباشره من الحليب بدون ان نخمرها، بدون معنى اننا نستخرج معها كوليسترول 100%، كله كيخرج مع هذه الزبده هذه. فهذه اللي كنسميوها حنايا من هذا لو بيرشو، هذا الزبده نوتر، هذه كيكون عندها البي اش ديالها 6 7 وهي ما معفنه، وعاد غادا تغسل وتصنع ويعمل لها الحمض البوريك وتحفظ ربما حتى بحمض السوربيك. اما الزبده البلديه المغربيه اللي تتمجي من حليب الطازج المخمر بتخمير ذاتي او تلقائي، يعني سبونتانيوس فرمنتيشن، هذه الزبده لا خوف منها على الاطفال، ولا خوف من الناس اللي عندهم كوليسترول، ولا تؤذي حتى الاشخاص اللي عندهم امراض القلب والشرايين، باش نكونوا واضحين. لان فهذا هذا الكيفير اذا صنع من لبن من الحليب. قناه نصائح الدكتور صحه تغذيه جمال بالزبده، يعني بالزبده ديال غادي يكون تقريبا نفس الخصائص اللي كاينه في البل البلدي. وطبعا دكتور علاش حنا ما يكونش عندنا يعني تحنا واحد الشهره عندنا كنديروا حنا لبن الخط وكنديروا بواحد النبته كما سميتيها يعني ديال القوق. علاش هذا الفطر الهندي؟ نعم انا نفسي الغايه أتعجب. من هذا البرنامج والغايه من هذه الحلقه هذه وماشي غير الكيفير، عندنا منتوجات في الدار البيضاء في الرباط في المدن دخلتها، عندنا منتوجات غريبه. لا ماشي غريبه، ربما هذا ستحدث لنا مشكل في المجتمع المغربي. لماذا؟ لان عندنا منتوجاتنا اللي هي صحيه. ماشي صحيه، دياتيتيك، اللي هي منتوجات جيدة. التي سنهملها وربما الناس سيضحكون عليها. هذا هو المشكل، سنهملها ثم سنتعاطى لمنتوجات أخرى ليست في ثقافتنا، وهي ربما حيت الفطر الهندي جا من الهند. نعم علي هكذا وأضيفي هذا الإسباناخ وأضيفي البروكولي وأضيفي الجرجير ونبتة القمح وأضيفي أشياء أخرى. منذ متى كان المغاربة يهتمون بنبتة القمح؟ منذ متى؟ نبتة القمح كانت عندنا في البادية، احنا كنا نسموه الشرشم، هذاك القمح اللي كيكون في المطمورة اللي كيصيبوا الماء كينبت، كنا كنفرقوه للناس. ولماذا الناس اصبح الان ينبتون القمح وما يقال على نبتة القمح انها تفعل كذا وتفعل كذا؟ اذا كان القمح مغير وراثيا، هيا تناول نبتة القمح وسترى هل هي مضرة ام نافعة. هنا هذيك المشكل، ها يكفي احنا الناس بسطنا لهم حياتهم وغادي يستافدوا. يكفي ان يعجن الناس يعجنوا القمح الكامل. غير ملي طحنوا القمح يعجنوا لا يغربلوش، ما طلبناش منهم. هذه نصيحه. لماذا؟ لان 70% فيتامينات، 70% املاح معدنيه، 70% الياف غذائيه موجوده في النخاله. فهذا المشكل اللي غادي يبقى. احنا حتى اصحاب المطاحين شحال من نداء اللي عملنا باش القمح، لان مع الاسف القانون المغربي كيمنع ارتفاع الاملاح في الدقيق، لان الصندر هذا الرماد في التحليل في المختبر ما خصش الرماد يتعدى واحد القدر، لان يعني عندنا في القانون المغربي، ولكن القانون ممكن نبدلوه احنا. لكان هذا القانون يعني لكان
صحة المواطن غادي تحسن. احنا مثل القانون ماشي مشكل، لان الانسان هو الذي وضع القانون، ليس القانون الذي وضع الانسان. طبعا طبعا هذا المشكل. لذلك يجب ان ننظر ماذا لدينا، ماذا عندنا بمخزوننا الثقافي والتراثي المغربي في عاداتنا وتقاليدنا، كي لا ننزوي عن هذه الاشياء. الجبن المغربي المخمر بهذا النبات، المنفحة النباتية، هو ارقى من الكثير بكثير. لماذا؟ لان رينيت فيجيتال رينيت، هذه المنفحة النباتية، هي اقوى انواع المنفحات اللي عندنا احنا في علم التغذية. هو انزيم قوي جدا. يعني علاش؟ الكلوتين هو كيعمل تجلط كلوتين، هذا تجلط البروتينات الكازين الحليب، تخثر، ثم في نفس الوقت يعمل تحلل، ماشي كل ولكن جزئي، تحلل جزئي للبروتينات، بمعنى انه يخلف يعني جزيئات مناعية عالية الجودة ما شاء الله، أكثر من الكثير وأكثر من هذه المنتوجات التي تهافت على الناس، وهي لا شيء. رغم أن هذا الكثير هذا بحكم بروباغيشن عندنا احنا في علم التغذية، اللي كنخمروا الحاجة ونخليه منها ونعود نخمروا بها ونخليه منها، نترك منها ونخمر بها، نترك منها ونخمر بها، إلى أن وصلوا مثلا 100 جينيريشنز، اللي كنوصلوا مثلا الجيل 100 والجيل 200، هيصبح المنتوج مختلف تماما عن المنتوج الأول. تماما، لأن سننقح، سنعزل وننقح يعني جراثيم التي ممكن أن تبقى حية لمدة 50 و60 جينيريشن، ولكن الأنواع التي لا تتحمل أكثر من 3 أو 4 إنوكيليشنز، يعني ملي كنعاود نخمروا كنلقحوا. فلا أظن أن المنتوج الآن المتداول في السوق هو كيفير حقيقي، لا أظن. أكيد لا أظن. وحتى نبتة الكيفير وعلين بحال صناعة بعض أنواع الخمور كانوا يضيفون لها نبات الهوبلون، الهوبلون نبات هذا الهوبلون، بدون هذا النبات لا تصنع هذه بعض الأنواع الجيئات، لا تصنع هكذا. فهو نفس البروسيس الكيفير عندهم في القوقاز، بدون هذا حبوب الكيفير لا يصنع الكيفير. وليس نأخذ كيفير يعني طرف من الكيفير المهيئ ثم نخمر به لبن اخر ونحصل على الكيفير، يعني هذا غير وارد وغير موجود عندهم في طبعا الدولة. طبعا الدكتور، هذه الاشاعات هذه تذكرني حتى، هي نفس الاشاعات، هذا اللي البرسيم الحجاز. اريد من المستمع الكريم جزاه الله خيرا، ان هذه الاشاعات نفسها كانت اكبر منها واقوى منها. كانت هذه الاشاعات في الستينيات والسبعينيات كانت عملت على اليوغورت. هي نفسها كانوا يقولوا الناس يوغورت يزيد في العمر، واليوغورت يعالج، واليوغورت جيد للقلب، واليوغورت فيه الكالسيوم، واليوغورت، حتى اصبح العالم كله هنا بروسيس. طبعا هنا الشركه ديك الساعه اللي عملت هذا البروسيس كان باغا تسوق بروسيس، فاطلقوا يعني اطلقوا هذه الاشاعات على انه يزيد في العمر. الاشخاص سمعوا انه يزيد في العمر بداوا يستهلكونه. وهي نفس الاشاعات الان للكثير، انه يعالج السرطان، انه يعالج الكبد، انه يعالج التهاب الكبد السيء، انه البرسيم الحجازي ليس صحيح. هذا ليس صحيح. البرسيم الحجازي من كان ياكل الفصه، من كان ياكل الفصه في المغرب، البرسيم الحجازي هو جيد، ولكن البرسيم الحجازي البلدي طبيعي. اما هذا البرسيم الحجازي اللي كيعملوا للحيوانات الان، لا ماشي هو، ولكن البرسيم الحجازي الطبيعي. نعم، البرسيم الحجازي الطبيعي، نعم ممكن ان يؤكل، لما لا؟ ممكن يؤكل، لأن جميع خشاش الأرض اللي خلق الله سبحانه وتعالى يؤكل. لا، ما هما ماشي قليل يؤكل، يعالج. لا 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 لا، لا يؤكل. هو مصدر الحديد، له برسيم الحجازي مصدر الحديد معروف. مصدر الحديد وفيه كلوروفايل. لو كان الناس غير هذا الشعير الأخضر، هذا اللي كنطلقوا فيه الحيوانات ترعى. الشعير الأخضر يكون في حقل نظيف، ما عاملينش له سماد كيماوي، ومات وهذا الحقل هذا ما تمرش منه كلاب ضاله، يكون نقي جيد. وهذه الاوراق الشعير ملي كيولي على طول 15 سنتيم من الارض، يرتفع ب 15 سنتيم، يقطعوا هذه الاوراق ديال الشعير ويبسوا يخليوها عندهم في المنازل ديالهم. هذه 500 ضعف احسن من الجرجير، و500 ضعف احسن من الاشياء التي يبحثون عنها في الاسواق. رائع. ولكن علينا احنا كنا كنسميوه جلاس، هذا الشعير كنا كنطلقوا فيه البهيم باش يصحوا. دابا دكتور كتبقى غير مساله اشاعات. نعم اكيد اكيد مساله اشاعات. احنا دابا عرفنا الكثير، كاين اللي غادي يسمع الكثير، الكثير هو اللبن الهندي باش نبسطوا ليه. لبن هندي غير شنو زايد فيه؟ زايد فيه خميره، الخميره اللي كيخمروا بها الناس خبز، زايدين فيه فطريات، هو كاين البكتيريا اللبنيه اللي كتحمض الحليب، زايدين هذوك الفطريات هما اللي كيعطيو هذاك الشكل على شكل
على شكل كباب هذا كيعطيش شوفلور بحال اللي كيطلع على شكل عليهن شامبينيون كيطلع فطر. نعم. هذا نعم. فليس فيه اي عجب باش الناس يكونوا متقنين. انا قلت ان وجدوه. قناة نصائح الدكتور صحة تغذية جمال. اذا ان وجد بثمن معقول يمشيو يزوروا دول القوقاز ولا يزوروا الدول الهندية ولا يلقاو اذا وجدوا هذا ياكلونه. نعم. إن لم يجدوه فلا يبحثوا عنه. أن يظنوا أنه يعني هذه فهذا الأشخاص هذو ربما غادي يعطلوا العلاج وربما هذا الأمراض غادي تزيد. والغريب أن اللي سمعت في مدينة الدار البيضاء أن الناس يشهدون لي شهادات غريبة جدا. غريبة وكأنني أنا لم أدرس علم التغذية ولم أعمل في المختبر. وكأنني هذا الكفير أول مرة أسمعه. 1980 درسنا الكفير. نعم. غريب غريب الناس الآن هذا الكفير أنه نزل من السماء غريب. نعم. يعني متداول بين الناس. هذه الإشاعات في المغرب وأن يعني المغرب حتى الصور يعني داخل خيف العنكبوتية أخشاه على المغربيات على المغربيات على المرأة المغربية الذي أخشاه أن المرأة المغربية كتيق نية كنسموها إحنا بالدارجة نية أنها طيبة إنسانة طيبة وأنها يعني ممكن أن يضحك عليها. نعم. ممكن أن يضحك عليها. هني نساء كيشهدوا لي كيقول لك أنا تناولت كثير والكوليسترول تهبط. غريب الميكانيزم الذي يخفض به هذا الكفير. ما عندناش في علم التغذية ولا في الطب ابدا الميكانيزم داخل الجسم فيزيولوجي داخل الجسم ما عندناش ليس مع لا ليس لا كما تقول انت دكتور دائما الناس خاصهم اشياء سحريه. الذي يخفض الكوليسترول هما الالياف الغذائيه الموجوده في الشعير والشوفان يعني هذا الخرطال. نعم. هذه تخفض ولكن الكوليسترول الالياف مع الغذاء الالياف الموجوده في الخروب تخفض الكوليسترول ولكن لا تخفضه هكذا. لا تخفض الكوليسترول الالياف الغذائيه لكن الا كان كيتناول اللحوم وكيتناول لا طبعا وهذا هو ليس لوحدي يعني ليس نصيحه هكذا حيث ان دكتور الا قلتي تخفض الكوليسترول. نعم. الناس غتبقى على نمط الغذاء العادي متكامل طبيعي ولا مع الحركه ومع عدم كثره الاكل ومع تفادي الاشياء التي خلات الكوليسترول يتاكسد داخل الجسم اللي هي المصبرات نعم الناس دكتور نعم الناس الغريب هو أن رغم أنكم تشرحون وتوضحون. نعم. وتبسطون. نعم. تبقى دائما تنرجعوا هل مثلا هذه النبتة أو هذا الشيء يخفض مرض ما يعني أنت تعود وتقول لمدة ساعة ونحن نتكلم عن الحادث أو المنتوج هذا هو ويسأل الناس ورغم أننا نتكلم باللغة لغة مبسطة البلد لغة دارجة. نعم. دارجة عالية يفصحى بخمسين أو ربما دارجة سامية. نعم. فهذه الناس وهذا هو المشكل الذي هو في الحقيقة يضنيني هذا المشكل. هذا من أنت أنا كنشوف دائما كتحس بحزن يعني وسجلنا أول مرض هو سرطان. نعم. النظام الغذائي المصابين بسرطان. نعم. سجلناه لمدة ساعة. نعم. وبسطناه للناس. نعم. ولكن أظن أنا دائما هذه الأسئلة هذه أظن أن الناس ينتظرون خلطات الناس يريدون خلطات ووصفات يعني بغاو شي وصفه سحريه. نعم. ولو وصفات وخلطات لان الموضه ولا يعني موضه الان. نعم. لكن الناس لا يقدرون على نمط العيش الطبيعي على نمط العيش انت تقول لهم كان مثلا حيدوا هذه وحيدوا هذه وتناولوا مثلا الشوفان باش يخفض. نعم. الكوليسترول. نعم. نعم. وهذا ربما الحديث عن الكفير انا غير علاش بغيت يعني فضلت الحلقه لانني لما اخوض في النقاش مع الناس في الدار البيضاء او في الدار المراش لا لما اخوض معهم في النقاش اقول لهم يا سيدي الكفير راه ليس شيء خارق للعاده والكفير راه غذاء متدني. نعم. كانوا الناس غير باش ما يرميوش الحليب كانوا كيصيبوا الكفير باش يبقى عندهم واحد خمس ايام ولا ست ايام. هو نفس الشيء اللي عندنا في المغرب كنا كنروبوا الحليب غير ليس للحصول على اللبن للحصول على الزبده. نعم. عندنا في الشاوية كان الناس كيروبوا الحليب كياخذوا الزبدة ويرميو. المهم الحمد لله حنا كنستخرجوا الزبدة. أما هذا الفطر الهندي واش فعلا تيخرج الزبدة؟ لا وكهذا الشخص هذا إما لأنه ضحك عليه فهو كيبغيني نصدق ما يقول. نعم. يقول لي لا لا طبعا أنا كنت ذكرت في المقدمة ديالي على يحلف بالله أنه تعالج وأنت في المقدمة أشرت إلى قضية كبيرة. لأن هذه الإشاعة اللي مطلوبة هذه الإشاعة ومن يعني أنا لا نزكيها ولا يمكن من الناحية العلمية أن نسقط في هذه المتاهات. نعم. من الناحية نحن لدينا علم وهذا العلم عنده حدود وعنده أسس منهاج علمي عنده أسس فلا يمكن ان ناتي ونقول هكذا ان جدر الدوم انه يفعل كذا وكذا هكذا للناس لا. نعم. يعني وحتى هذا الكفير وان كان فيه مزايا ففيه مزايا غذائيه. نعم. مزايا غذائيه وليست صحيه في مزايا غذائيه هي المزايا الموجوده في لبن الخد البلدي فقط. نعم. نعم.
ويبقى الجبن هذا الجبن البلدي اللي كيتشرب الماء ديالو بالماء ديالو هو في القمة. كلمة الجبن عندنا في المغرب هو كنختلوا الحليب ونشربوه. نعم. كان هذا الجبن هذا ما كانوش كيستهلكوا الا رعاة الغنم هما اللي كانوا كيستهلكوا هذا الجبن. نعم. لانهم كانوا كيحلبوا الماعز وكيعملوا فيه هذاك الحك وكتكون عنده واحد القربة قربة. نعم. كيكون حاملة مع هذا الراعي كيجبن فيه هذا وكيشرب كل كيشرب كل لان كيضر العطش وكيشرب لهذاك السائل كله ما كيزبلش الماء. لماذا؟ لان الماء نعم يستفيد لان استفيد. فاحسن من الكفير الجبن النباتي الجبن هذا الجبن الحقيقي المغربي لان الناس ما بقاوش عارفين الجبن ولكن في الباديه بقى عارفين الجبن. الجبن عندنا في المغرب لا نزيل الماء لا نفصل الماء وانما نشرب الجبن كله كامل هذا هو المفهوم المغربي اللي كنسميه به الجبن. هذا الجبن احسن من الكفير والكفير يشبه لبن الخد شيئا ما في الخصائص ربما يفوقه ب شوية استقلابات أو تحللات التي تأتي من الخميرة من خمائر هذه الكفير ولكن لا يفوق لبن الخد ولا لا 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 يتعداه بشيء أبدا. نعم. ونفس الخصائص البلدي تكلمنا عليه. نعم. لا يفوقه بشيء ولبن البلدي اللبن البلدي أحسن أصحاب السكري وأصحاب السرطان البلدي أحسن من الحليب. نعم. أن النساء اللي عندهم مشكل سرطان عندهم مشكل خلل هرموني اللبن البلدي أحسن لهم الحليب إذا كان لابد ما مخصمش يأكلوا الألبن. نعم. ولكن إن كان لابد فاللبن أحسن لماذا؟ لأن اللبن بادي فيه التحلل. نعم. اللبن تحلل مجال يعني كلوتين ديال هذه البروتينات وهذا الكليفيج يعني اللاكتوز محلل إلى آخره. محيد من الزبدة. أما أن يقول الناس أن هذا الكفير أنه مشروب عجيب وأنه غريب وأنه غريب نعم ولكن أنه عجيب وأنه يشفي أن له خصائص ليست له خصائص ليس لدينا هذه الخصائص ليس لدينا في علم التغذية هذه الخصائص إلا إلا الصحية إلا الخصائص الغذائية أنه مصدر كالسيوم أنه مصدر بروتين أن فيه حمضيات عضوية جيدة أن فيه السيطرات اللي كاينة في الحليب أن يعني بروتينات الحليب تم الكليفيج ديالها يعني تحللت شيئا ما نعم هذه أشياء جيدة أن الفيتامين بي كاين أن الكالسيوم أصبح يمتص أحسن نعم هذه أشياء غذائية نعم هذه نعترف بها إنما أنه يعالج أمراض أو أن في أشياء خارقة أو شيء هذا شيء غير صحيح ولا نزكيه علميا نعم إذن شكرا لكم دكتور على هذه التوضيحات